بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناتكم معلومات معمليه. في فيديو جديد هنتكلم فيه على احد برنامج تحاليل الطبيه، هو برنامج ريال لاب. هناخد نظره سريعه وازاي نسجل عليه مريض جديد. طبعا هو ده شكل الكمبيوتر، ودي الايقونه عباره عن شكل ورقه خضراء، هندوس عليها تبدا تفتح قدامنا كده بالطريقه ديت. وهندوس ساين ان، فتحت قدامنا بالطريقه دي. هبدا اسجل مريض جديد، هدوس على كلمه بيشنت، اضافه وتعديل بيانات المرضى، بعد كده اضافه، وابدا اختار وليكن هيبقى مين، مثلا محمود احمد، السن مثلا 37، رقم التليفون والعنوان والدكتور والبيانات. هبدأ من الجنب ده اختار التحاليل اللي انا عاوزها، فليكن سي بي سي، بعد كده امسح بالكيبورد واختار مثلا. هنا في عندنا قائمة كبيرة اهيت، لو فيها التحليل ماشي، لو مفيش نبدأ نكتب فوق اللي احنا عاوزينه، وليكن تي اس اتش. تمام، وابدأ انزل. لو انا مش عاوز اكتب فوق ممكن انزل من السهم ده تدريجي لحد ما الاقي التحليل اللي انا عاوزه. ده اول خانة للتحاليل اللي هي منفردة. طب فلنفرض ان انا عاوز ليبت بروفايل، ليفر فانكشن بروفايل، كيدني فانكشن بروفايل، هدوس على التي جي وابدأ اكتب مثلا ليبت، هيظهر لي ليبت بروفايل واختار. لو دوست انتر نزل معايا. تمام، ليفر بروفايل، وادوس انتر تنزل معايا، وهكذا كدني وادي الكدني وتنزل معايا. بعد ما اعمل الكلام ده كله منساش اعمل كلمة حفظ. لو ما عملتش كلمة حفظ النتائج مش المريض مش هيتسيف، ويتحفظ على الجهاز. فابدأ ادوس حفظ، دوست حفظ خلاص اتحفظت. انا اول حاجة بفتح بعمل كلمة اضافة، بكتب البيانات، بختار التحاليل من هنا، تحليل، وابدأ بعد كده حفظ. اجي اسجل النتائج ازاي؟ اخش على نتائج التحاليل وابدأ اختاره اهوت، وابدأ اكتب التحاليل بتاعتي. ان انا اخش كليك مرتين وابدأ اسجل النتائج، وهكذا في كل تحليل. ده كان نظرة سريعة على ازاي اسجل مريض على برنامج ريال لاب. ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه معلومات تانية عن البرنامج ده، ازاي اضيف تحليل لو مش موجود او اضيف رينج مش موجود. يا رب اكون افدتكم في الفيديو السريع ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.